في مدينة دمشق وريفها مازن الشامي من شبكة شام الإخبارية. مازن، لو تطلعنا على آخر التطورات والتفاصيل عندك إذا سمحت. حيث شهدت عدة مدن وبلدات قصف عنيف جدا، فيما لا زالت المعارك والاشتباكات متواصلة على جبهة الشبعة، وذلك من محاور بساتين المليحة ودير العصافير في معركة اسمها الثوار، معركة الثبات تحت راية الله، وذلك لليوم الثامن على التوالي في محاولة لاقتحام الغوطة الشرقية من الجهة الجنوبية. أيضا على جبهة الدير سلمان والبلالية، منذ قليل حاولت كتائب الأسد اقتحام بلدة البلالية من جهة بلدة الدير سلمان، نعم، فأجبرهم الجيش الحر على الانسحاب بعد تمكن الثوار من قتل العديد من عناصر بشار الأسد نعم، بالتزامن مع قصف على بلدة البلالية من قبل كتيبة الدفاع الجوي ومن قبل مطار دمشق الدولي. هذا وحصلت اشتباكات أيضا في بلدة المليحة، وذلك في محيط تجمع تاميكو وحاجز النور، وصباح اليوم هز مدينة النبك انفجار عنيف، تبين أنه انفجار لسيارة مفخخة استهدفت فرع المرور في المدينة الواقع على اوتوستراد حمص دمشق. نعم. رافقت طبعا الانفجار اشتباكات عنيفة بالتزامن مع قصف عنيف استهدف أطراف مدينة يبرود والنبك، ومركز القصف كان من اللواء 18، فيما شهدت مدينة المعظمية اشتباكات عنيفة على الجبهة الشمالية للمدينة. في العاصمة دمشق لا زال القصف متواصل على عدة أحياء وخاصة المحررة كجوبر والقابون وخيم اليرموك نعم، وبرزة، برزة الذي شهد هذا الأخير قصف بالرشاشات الثقيلة بالتزامن مع اشتباكات هي الأنف على جبهة الإنشاءات العسكرية، فيما شهد حي جوبر دمشق تنفيذ عدة غارات جوية. جاءت هذه الغارات بعد عملية اقتحام الجيش الحر لعدة مباني تابعة لكتائب الأسد. ايضا في وسط العاصمه دمشق وتحديدا في حي المزرعه سقطت قذيفه هاون في محيط السفاره الروسيه في حي المزرعه، والى الان لا يوجد ضحايا مع سقوط بعض الجرحى. ومنذ قليل حصل انفجار ثاني بنفس المنطقه في حي المزرعه ناتج عن سقوط قذيفه اخرى في نادي برده حسب الانباء الاوليه. الى الان يعني لدينا العديد من الجرحى، لكن شهداء او ضحايا لم يردنا انباء عن سقوط ضحايا. نعم 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 أخي مازن الشامي من شبكة شام الإخبارية، كنت معنا من دمشق، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات.